عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. وتا أبو سعيد خدري خوالي رازي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بهشت يكان دسن بهشت، دوزخ يكانش دسن دوزخ. پاشان خوای زالی پای دار پیان ده فرمی: هر کس یک به اندازه توسقالک لخرتل ایمانی لدل ده هيا دریان بینن کدر ده هندرین رش هل قراون دخرین نیو رباری جیان دروین و هر وقت چون دن کتویک لتنیشت آویک ده درویت آیا ند بینی و ام دن کتون چکردکات برنجی زرد و ملی خوار کردوتا و